وفي ذات السياق قال الكاتب الصحفي محمود المحميد إن المنظومة الحقوقية الحضارية في مملكة البحرين أضحت أنموذجا يحتذى به في مختلف مجالات حماية وتعزيز الحقوق والحريات. ما حققت مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة جلالة الملك المعظم وجهود ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، في المجال الحقوقي احنا عندنا منظومة حقوقية حضارية نفتخر بها. البحرين الآن تصدر هذه الإنجازات، تصدر قصص النجاح. الإنجازات الحقوقية أصبحت إنجازات شاملة في كل موقع. عندنا الآن العقوبات البديلة التي انطلقت فيها وزارة الداخلية مشكورة، والآن عندنا أيضا السجون المفتوحة. نحن الآن في مملكة البحرين لا نتحدث عن ماذا قدمنا، ولكن نتحدث على ماذا سنقدم في التالي. أيضا مملكة البحرين الآن في المنظومة الحقوقية تسابق نفسها، تسابق الزمن في هذا الموضوع، وأصبحت النموذج لكل العالم يتحدثون عنها، تحدث عنها الدول، الكل يريد أن يستفيد من هذا النموذج. عندنا أيضا في المدارس أصبحت المنظومة الحقوقية ثقافة وممارسة راسخة في هذا المجتمع، وبالتالي أي حديث عن ذلك هو حديث لا حقيقة له.